اللي تعلمته من واحد الله يرحمه من أهل الجنوب، اشتغلت عنده عامل، بعدين شوية شوية صرت خلفه وقمت أخيط. هاي يسموها مفروشات ندافة. عندي من قرايبي، عندي أخويا يشتغل هاي، يجيبون لنا صوف. أكو ناس تريد شودرية مع النفر، أكو ناس تريد مع النفرين، أكو ناس تريد لدوشك مع النفر نفرين الحاف، أكو ناس تريد لحمالة مع العرس. الحمالة مع العرس تتكون من، كان قبل يسوون دوشقين، هسه لغوها هاي، يسوون شودرية مع النفر وشودريتين مع النفر وست مخاديد. وهذا أكو صوف، أكو بوليستر. البوليستر المادة مع المكاين اصطناعي، بس الصوف لا، الصوف خلقة رب العالمين. وليس الناس، أكو ناس ليس تحب الصوف على ما هو سعره نزل وانكسر من وراء هذا الجاهز، بس ليس الناس تريد الصوف وتوده. وقت القصاص مال الغنم يكثر الصوف، والناس تجي تسوي غراض، يريد يتزوج، يعني نقول وقت الحصاد.